مساء الخير يا جماعة. طيب الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن التعليم والعملية التعليمية، وقلت لحضراتكم ان احنا نتكلم عن حصاد الدولة المصرية في التعليم في 2021. بنهاية 2021 وصلنا لإيه؟ فبدراسة دسمة جدا لقيت انجازات مصر في ملف التعليم العالي والبحث العلمي والجامعي وقبل الجامعي منشورة وموثقة بإشادات دولية، وزي ما احنا متعودين هتلاقوا حضراتكم في الوصف بتاع الفيديو المصادر الموثقة للمحتوى اللي تخليكم تطمنوا وتستزيدوا من التفاصيل ومن المعلومات بشكل يريحكم. يعني لو حضرتك في حاجة معينة سمعتها في المحتوى مغايرة لانطباعك او لمعلوماتك اللي حصلت عليها الى الان، تقدر ترجع للمصادر في الوصف بتاع الفيديو، هتلاقي معلومات اضافية موثقة من مصادر سليمة وصحيحة عشان حياتك تبقى مطمن. لان الهدف في الاول وفي الاخر من الفيديوهات دي نشر الوعي الصح، الوعي السليم تمام، المبني على معلومة موثقة والمبني على حقيقة تمام. طيب خلينا نخش في الموضوع ونتكلم عن مصر وصلت لفين في 2021 كحصيلة لتطوير العملية التعليمية. طيب اولا لازم نعرف ان منظمات معنية بالتعليم وتطوير التعليم وتطور التعليم ومؤشرات التعليم في العالم كله أشادت بالأداء المصري في إصلاح منظومة التعليم. زي مين؟ زي مثلا اليونسكو، زي اليونيسيف، زي البنك الدولي وجهات أخرى تمام. الناس دي ما أشادتش لمصر وبأدائها كده من فراغ، لأ، هم أشادوا بالأداء بتاع الدولة المصرية خصوصا كمان أثناء جائحة كورونا. ليه؟ لو تفتكروا في الفيديوهات اللي فاتت قلنا إن العملية التعليمية لمليار بني آدم وأكتر اتعرضت لاضطراب. اضطراب متنوع، يعني فيه اللي يعني التعليم بتاعه وقف، في اللي التعليم بتاعه اتأجل، في اللي راحت عليه السنة. يعني كانوا متخيلين إن الوباء في دول فعلا يعني وقفت العملية التعليمية، وقفت العملية التعليمية بالكامل. مفيش مدرسة السنة دي، خلاص أنا كله هيتأجل السنة الجاية. في ناس عملت كده فعلا. فأنت ما عملتش كده في مصر، أنت كملت وتحديت التحدي وقلنا يا رب وعملنا اللي علينا وربنا وفقنا. فالمنظمات الدولية كلها بتشيد بأداء الدولة المصرية في مجال التعليم خصوصا في أيام جائحة كورونا. طيب إيه تاني؟ من الدلائل اللي تقول لك إن أنت متميز جدا في تجربتك في التعليم إن في دول كتيرة على المستوى الأفريقي ومستوى الدولي طلبت الاسترشاد بالتجربة المصرية في التعليم وتطويره باعتبارها من أنجح التجارب في العالم. أقول تاني، دول أفريقية ودول على مستوى العالم طلبت الاسترشاد. يعني الاسترشاد يعني يشوفوا انت عملت ايه. طلبوا الاسترشاد بالتجربة المصرية في تطوير التعليم باعتبارها ايه. هم طلبوا كده ليه؟ لان التجربة المصرية من انجح التجارب في التعليم على مستوى العالم. طيب هو ايه اللي شجعهم على كده؟ يعني مين اللي قال لهم ان التجربة المصرية من انجح التجارب في التعليم وتطوير التعليم على مستوى العالم؟ البنك الدولي حضرتك. والله البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية المتعلقة بتطوير التعليم ونصح العالم كله إن هو يسترشد بيها، علشان زي ما بيقولوا كده كانت شورت كات. يعني الشيء بالشيء يذكر، والكلمة دي هتلاقوها على لساني على طول، لأني أنا ما أحبش أطلع أكلم حضراتكم في موضوع معين بحيث إن أنا أبقى محضر سكريبت وطالع كده طخ 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 وكله ورا بعضيه وسلام عليكم كان معاكم فلان الفلاني. ما بحبش كده. ليه ما بحبش كده؟ لاني انا مفهومي للوعي ان الوعي كل على بعضيه لا يتجزأ.
يعني ما ينفعش اقول لحضرتك معلومه في اتجاه واحد وانا عارف ان المعلومه دي ناقصه. ليه ناقصه؟ لان المعلومه دي ليها جوانب تانية وليها بتتاثر بامور تانية وبتتداخل مع معارف تانية ومعلومات تانية، فلازم انقل لحضرتك الصوره على بعضها. فتلاقيني دايما عشان اوضح العلاقه ما بين اللي انا بقوله وما بين تاثير ايجابي او سلبي الموضوع تاني بيجي في السياق اللي احنا بنتكلم فيه، وهيكون مهم في رسالة الوعي اللي بسعى وبحاول بإذن الله أن أنا أقدمها لحضراتكم من خلال المحتوى دوت. بتلاقيني دايما بقول الشيء بالشيء يذكر عشان ألقي الضوء على العلاقة اللي ما بين اللي بنقوله وما بين الحاجة اللي لسه هقولها. الشيء بالشيء يذكر أني في فرق معين ما بين حاجة بتتعمل صح زي الكتاب ما بيقول، وحاجة بتتعمل صح برضو وبتطلع لك نفس النتيجة بس مش زي الكتاب ما بيقول. يعني ايه الفنكوش ده اسمه الفنكوش؟ لا، اللي اقصده ان في طريقتين لعمل كل حاجة. بتكلم طبعا على العمل الصح، الحاجة الصح، ماليش دعوة بالحاجة اللي تتعمل غلط. بتكلم على حاجة تعملها صح توصل للنتيجة صح، في طريقتين ان انت تعملها. طريقة مكتوبة في الكتاب تمشي عليها خطوة خطوة، وطريقة شورت كات. شورت كات يعني ايه شورت كات؟ يعني طريقة مختصرة هتوصلك نفس النتيجة وصح برضو. وده يعني شورت كات دوت بيحصل نتيجة ابداع، خبرة، معرفة متراكمة، تجارب متراكمة، عقول نيرة ومستنيرة توصلك للشورت كات، تختصر عليك وقت وجهد وتخليك تسبق غيرك اللي ماشي على خطوات الكتاب. طيب تجارب مصر في تطوير التعليم كان فيها شورت كاتس كتيرة وصلتنا لقفزات كبيرة جدا في مؤشرات التعليم، المؤشر العالمي للمعرفة وخلافه، وناقشنا الموضوع ده وعملنا له فيديو مستقل قبل كده. ايه تاني؟ في دول افريقية صديقة طلبت من وزارة التربية والتعليم المصرية الاستفادة من التجربة اللي طبقتها مصر في مدارس معينة للقضاء على كثافة الفصول. وفي دول تانية طلبت مساعدة مصر في بناء مدارس وتزويدها بالمناهج الدراسية. يبقى أنت على مستوى المناهج وعلى مستوى بناء المدارس وعلى مستوى حلول إضافية عملتها علشان تقضي على كثافة الفصول، الحلول دي طلبها منك دول في افريقيا. طيب ايه الحاجات البارزة قوي عشان احنا مش هنقدر نذكر كل حاجة، يعني الفيديو ما يتسعش لذكر كل شيء تمازنا فيه في حصاد تطوير التعليم في 2021، فهنذكر حاجات معينة منورة قوي العالم كله عارفها. خد عندك يا سيدي، مصر احتلت المرتبة الاولى عربيا في الدراسات الدولية المتعلقة بكورونا. يعني العالم كله ساعة ما كان محتاج يفهم يعني ايه كورونا بيعمل ابحاث علمية عن فيروس كورونا كوفيد 19، مصر كانت نمرة واحد عربيا، الدولة العربية الاولى في الابحاث الخاصة بكورونا. اتنين، مصر الاولى افريقيا في البحوث العلمية بمنصة سكيفال او سكايفال حسب ما بتتنطق العالمية. يعني المنصة العلمية العالمية دي احنا نمرة واحد فيها على افريقيا. تمام. طيب انشاء اول معمل في الشرق الاوسط لتصنيع الخلايا الشمسية بسوهاج. ما كانش فيه معامل من النوع ده في الشرق الاوسط كله، انت عملت اول واحد، يعني النوها وعندك. طيب تطوير البنية التحتية ل 18 مستشفى جامعي بتكلفة 2.7 مليار جنيه. اللي بعده، تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية بتكلفة 8 مليار جنيه. ده التطوير بقى اللي هو ايه؟ من الجذور. انت بتطور اساسات التعليم الحكومي عندك. طيب، كناش بنسمع طبعا عن المبالغ دي قبل كده. ارتفاع ميزانية التعليم العالي 160% في 2021. ماشي؟ ده اللي قلناه في الفيديو اللي فات لما اتكلمنا برضو عن التعليم. قلنا ان يعني الدولة المصرية أدركت أهمية مجال التعليم والصحة في مكافحة أو المرور بأمان من جائحة كورونا، وضخت موارد
قد تتعدى مخصصات المجالين دول او القطاعين دول في الموازنة. فالكلام سليم 100% بدليل ان قطاع التعليم ميزانيته في 2021 تجاوزت 160%، يعني دفعت او كلفت 60% زيادة عن المخصص في الميزانية للتعليم. طيب ايه تاني؟ اطلاق القمر الصناعي كيوب سات. طبعا ده عايز حلقة لوحده، ان انت عندك دلوقتي مدينة العلوم الفضاء على اعلى مستوى بتعملها بالتعاون مع الصين ومع دول اخرى عشان تمتلك المعرفة ديت. انت عندك جهابذة اصلا في العلم ده، الاستشارة عن بعد المصري متميز جدا والاول على افريقيا والمنطقة، ويعني معدي ماشي، عندك عقول جبارة. كان ناقصك شوية امكانيات وتخصص مكان معين يبقى مقفول على تطوير مدرستك في هذا العلم وهذه المعارف عشان تطلع منتجات ونتائج تفيد بيها وتضع بيها حلول للدولة المصرية، وده شغالين فيه ويتحقق قريبا ان شاء الله ونحتفل بإتمامه. انشاء 4 جامعات أهلية جديدة زي جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العالمين الدولية، جامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة. ده كلام واضح. طيب ميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2 مليار جنيه. مستشفيات الجامعية احنا عارفين طبعا مستواها كان عامل ازاي قبل خطة التطوير، يعني لا داعي يعني للتعليق على هذا المستوى او على ذلك المستوى في حينه. لكن اللي نقدر نقوله دلوقتي ان الحمد لله التطوير ابتدى فيها وبمبالغ كبيرة. طبعا ما وصلناش للمستوى اللي احنا نطمح اليه، لكن زي ما بيقول الرئيس السيسي، خطوة من 1000 خطوة. احنا بنتحرك يا جماعة طبقا لامكانياتنا، كل ما امكانياتنا تزيد جنيه هنعمل بالجنيه ده حاجة جديدة، يعني بيقربنا خطوة للي احنا عايزينه. تمام، لان احنا متأخرين كتير في الحقيقة، احنا متأخرين كتير وبدأنا نتحرك اول ما تولى الرئيس السيسي، بدأنا نتحرك صح. تمام، وانت بتتحرك صح برضو في تحديات قديمة وتحديات مستجدة، ولازم نحط ده في الاعتبار ونكون قد التحدي، واحنا ان شاء الله قد التحدي. نرجع لمرجعنا. ايه تاني؟ استحداث 389 برنامج جديد داخل الجامعات الحكومية. برنامج تعليمي تطويري 389 في الجامعات الحكومية. 389 ايه برنامج؟ يعني برنامج ده يعني ده قصة. تطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار مبادرة إدرس في مصر. ماشي؟ طيب الموضوع واضح طبعا، اللي فات ده كله في التعليم العالي والبحث العلمي، عايزين بقى نشوف اللي قبلهم بشوية اللي هما التعليم قبل الجامعي. طيب عملنا ايه في التعليم قبل الجامعي اللي هو طبعا ثانوي واعدادي وابتدائي وهكذا؟ اولا انشأنا 17 مدرسة للمتفوقين و50 مدرسة مصرية يابانية. حط دول على دول يطلع لك 67 مدرسة انشاء من الزيرو، يعني ما كانوش موجودين اصبحوا موجودين. طيب وصلت تكلفة انشاء وتجديد المدارس 36.7 مليار جنيه. الفقرة اللي قبلها انشأنا 17 مدرسة جديدة و50 مدرسة يابانية، دول جداد. طيب المدارس اللي موجودة سبناها كده للعدم زي ما هي؟ لأ، دي الاغلبيه العظمى اللي محتاج اصلا تطوير واصلاح، صرفنا عليها 36.7 مليار جنيه عشان نطورها. تجديد او انشاء يعني الاثنين. طيب انشاء 439 مدرسة رسمية لغات متميزة بالمحافظات. بسم الله ما شاء الله الارقام تخض. يعني هو طبعا الارقام دي بالنسبة للاحتياج دولة زي مصر للمدارس، لسه في جاب، لسه في مساحة ومسافة كبيرة عشان نوصل لاحتياجاتنا، نحن نكفي احتياجاتنا ونوصل لكثافة الفصول ان هي تبقى اعداد معقولة، بنتكلم في 20 في 18 في 15 علشان الاداء التعليمي يوصل بشكل كويس للطالب والطالبة، يعني ما يبقاش العدد ضاغط على استيعاب الطلبة. طيب توزيع 2 مليون جهاز تابلت
لجميع طلاب المرحلة الثانوية. لما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت قلنا ان التغيير في العملية التعليمية لم يشمل كل المراحل وكل سنوات الدراسة علشان ما تحصلش قفلة. مش كل الناس اللي بتتأثر بالتعليم تتاخد منك وتقف العملية التعليمية، لا، انت ابتديت بمراحل حاسمة زي الثانوية العامة، زي الشهادة الإعدادية، زي دلوقتي ابتدوا في رابعة ابتدائي وهكذا. يعني انت بادي في الشهادات اللي مطلوبة اللي بتحدد مستقبل الإنسان، فبتحطه على التراك، وفي نفس الوقت مش مهمل سنوات النقل. سنوات النقل كده كده داخلة في المنظومة، لأن اللي بيخرج من سنة نقل بيوصل للسنة بتاعت الشهادة وبيتم إعداده ليها من خلال المنهج الجديد اللي بيدرسه، تمام؟ بس انت بتوازن ما بين مقاومة التغيير وما بين تقبل التغيير، إنجاز اللفظ، تمام؟ طيب، توفير 37,000 شاشة تفاعلية لمدارس التعلم الثانوي. الشاشة التفاعلية دي ليه طلبة ثانوي لازم ياخدوا عليها؟ لأن في الواقع هي وسيلة منتشرة جدا ومهمة في التعليم الجامعي، تمام؟ فما يطلع عارف يعني ايه شاشة تفاعلية ومتعامل معاها واخد عليها في الثانوية، بالنسبة له في الكلية تبقى حاجة عادية. إتاحة بريد إلكتروني موحد لعشرين مليون طالب. ايه ايميل يعني؟ ما معلش يعني عفوا، ايميل ايه اللي بنتكلم فيه؟ ما ممكن اي حد يعمل نفسه اي ايميل على اي منصة. سيبك بقى، المنصات كتيرة يعني وكلها مجانية. لا، الموضوع جوهري وحاسم. ليه؟ أولا أنت بتطور التعليم مش عشان تعلم الطلبة والطالبات مناهج جديدة بس، زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت تناسب سوق العمل وخلافه، لا، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتنقل العملية التعليمية نقلة نوعية تخليك تديرها بشكل كفء وفي حوكمة وفي سيطرة على البيانات. يعني ايه سيطرة على البيانات؟ يعني الرقمنة. يعني لما تيجي تاخد قرار كصانع قرار، تاخد قرار سليم مبني على بيانات سليمة محوكمة، فيبقى عندك بدل قرار قرار واثنين وثلاثة قرارات بديلة. يعني قرار واحد، قرار A، قرار B، قرار C، حسب الحالة اللي عندك. ده هيتنفذ ازاي على الارض؟ الناس بتوع الاصلاح الاداري ومشاريع اعاده الهيكله ومشاريع التطوير هيفهموا الكلام ده كويس جدا. انت علشان تغير حد او حاجه لازم تبقى متصل معاها، متواصل معاها بشكل كبير جدا، بشكل عميق واول باول. يعني بيسموها الانجيجمنت او الانفولفمنت، ان انت متشابك، مش متشابك سوري، مشتبك مع الهدف اللي انت عايز يعني تنفذ التغيير فيه، ماشي؟ فانت بتطور المنظومة التعليمية ل 25 مليون طالب. طيب، لما تعمل ايميل تتواصل من خلاله مع 20 مليون طالب، والإيميل ده يفضل مع الطالب من ساعة ما يتعمل له الإيميل، هيفضل معه على طول، هيبقى على تواصل من خلاله مع الوزارة، مع منصات التعلم، يتبعت له عليه الكريدنشلز بتاعته في أي مجال تعليمي، سواء قدم دراسات عليا، سواء بيقدم ورقه في بعثة، بيقدم ورقه في امتياز معين. يعني التواصل وتثبيت التواصل وتوثيق التواصل وتوحيد التواصل ما بيننا وما بين الطلبة، ما بيننا كدولة وما بين الطلبة، ده شيء مهم جدا علشان نخليهم في الصورة أول بأول، ونخليهم عارفين هم رايحين فين، يعني واخدين خطوة ورا خطوة، شايفين رجلهم بيحطوها فين. فده ده ده أهمية وجود بريد إلكتروني موحد لعشرين مليون طالب. طيب، بعد كده إيه؟ تقديم مزايا مالية لـ2.1 مليون معلم بتكلفة 6.6 مليار جنيه.
احنا عارفين ان قطاع المعلمين والمعلمات في مصر محتاج انه يتحسن كتير، مراعاة لظروفهم ومكانتهم الاجتماعية ودورهم في النهضة بالبلد وتعليم النشء. يعني في بلاد المدرس والمدرسة بيبقوا أهم من الدكتور والمهندس وبياخدوا أعلى رواتب. ما قلناش حاجة بصراحة، دي حقيقة، لكن هو احنا عملنا كل حاجة زي الدول ديت اللي بيحصل فيها الكلام دوت فمفتقدين الحتة دي؟ بس للأسف لا، احنا عندنا حاجات كتير جدا نصلحها ونطورها في كل المجالات، علشان من ضمن النتائج اللي نحصل عليها في النهاية تكون نتيجة إيجابية تخص برضو المدرس والمدرسة. فما نستعجلش وإن شاء الله كل حاجة جاية على الطريق، لكن خطوة من الخطوات في سنة واحدة قدمنا 6.6 مليار جنيه ل2.1 مليون معلم مزايا مالية. يعني أنا مش قادر أديك اللي تستحقه، لكن اللي معايا بجود بيه وبوزعه على أكبر قدر من المستحقين بدرجة كبيرة من العدالة. فيعني ما تزعلش مني، أنا بتكلم بلسان الدولة، يعني ما تزعلش مني إن أنا مش مقدرك، يعني حقك قدرك، لكن اللي في إيدي بجود بيه لغاية ما ربنا يكرم أكتر بالشغل والعمل والصبر والجدية والطموح والحلم، ننتج أكتر فنقدر على حاجات أكتر فنعمل حاجات أكتر ونصلح حاجات أكتر. دي كانت أهم الإنجازات اللي نقدر نقول عليها حصاد لمصر في سنة 2021 في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وما قبل الجامعي. كده أعتقد إن احنا اتكلمنا بشكل مستفيض في خلال مجموعة الفيديوهات اللي فاتت مع الفيديو ده عن موضوع التعليم، وإن شاء الله رب العالمين في 2022 هنلاقي حصاد أكبر بتوسع أكبر بنتائج أكبر. كل المطلوب مننا إن احنا نحلم ونصدق حلمنا ونصدق في نفسنا ونصدق في بلدنا، وما نديش فرصة لحد إن هو يحبطنا أو يكسر مجادفنا أو يحسسنا ان احنا بنحرت في البحر، لان الحقيقة اللي احنا شايفينها بعينينا وللعالم كله بيشهد بيها ان احنا مش بنحرت في البحر، احنا بنحرت في ارضنا الطيبة في الطين الاسود الخصب بتاعنا اللي بيطلع احلى انتاج. ماشي، الشعب المصري قادر وقوي وقد التحدي، مش النهاردة بس، ده من آلاف السنين وهيفضل كده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سلام عليكم.